حقق نجم فريق البحرين ريد اكستريم سيباستيان لوب رقما قياسيا جديدا في رالي دكار اليوم بفوزه السادس بالمراحل على التوالي في المملكة العربية السعودية. وقدم لوب أداء رائعا آخر بسيارة برو درايف هانتر وتخطى مع ملاحه فابيان لوركين أفضل سلسلة سابقة من 5 انتصارات متتالية من مراحل رالي دكار، وكان أداء بطل العالم للراليات 9 مرات متميزا للغاية بين الكثبان الرملية في الربع الخالي، حيث فاز في المرحلة قبل الأخيرة من الرالي والتي تبلغ مسافتها 154 كيلومتر متقدما بفارق 5 دقائق و28 ثانية عن متصدر الرالي الإجمالي ناصر العطية. وجاءت هيمنة لوب على مراحل الأيام 6 الماضية لتؤكد على القوة والقدرة الشاملة لسيارة برو درايف هانتر في الظروف الصحراوية القاسية، مما جعل المركز الثاني على التوالي لوصيف رالي دكار في الدمام غدا في متناول يديه.